تتضاعف الخسائر التي يدفعها المدنيون في محافظة الحديدة جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف أرجاء الساحل التهامي، إضافة إلى استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق الآهلة بالسكان بمختلف أنواع القذائف والصواريخ. مراسلنا عبد الحفيظ الحطامي والتفاصيل. الدمار هو ما كانت ولا تزال تخبئه ميليشيات الحوثي لأبناء تهامة، والقصاص منها عدالة يجب أن تشترك فيها كل الجهات التي تجرم قتل المدنيين. تتعدد مشاهد الموت بهيئة أسلحة كانت تخزنها الميليشيات لارتكاب جرائمها بحق المواطن في تهامة. أما ما تم تسلم، انظر إلى وضع العبوات كل مكان. تكشف المأساة عن حجم الحقد الأسود الذي يعرش في عقول مشاريع الموت. والله جابوا لغم عارم علينا عدد الطريق، هذا لا يجوز. ألغام كثيفة ومتفجرات بأشكال متنوعة والقاتل بها واحد، إنهم الحوثيون إذن زرعوا موتا يهدد سكان الحديدة لأجيال قادمة. وهم الآن يختفون وراء الأطفال والمدنيين، ونقول لهم أنتم إحنا بعدكم بعدكم. سيطرت قوات العمالقة والمقاومة التهامية مسنودة بقوات التحالف العربي على كميات هائلة ومتعددة من أسلحة الموت. انتزع الجيش عشرات الآلاف من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في الصحاري والقفار وفي طرقات الصيادين والمزارعين وفي الخطوط الرئيسية وفي المطار والشوارع والعمارات والمؤسسات الحكومية. والكارثة الكبرى، فخخت الميليشيات ميناء الحديدة. تقول إحصائيات بأن الميليشيات قتلت بالألغام زهاء 270 مواطنا، معظمهم من الأطفال والنساء. هذا التقرير بلاغ للمنظمات الدولية وللأمم المتحدة التي تجرم زراعة الألغام وتعتبرها جريمة حرب بحق الإنسانية. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.